الزلة هذه اخي هشام شوية نشوفوها هذه الحوتة هذه آه. إذن أهلا وسهلا متتبعي قناة شفتي بقناة الشعب هنا مباشرة من مدينة مرتين وحنا كنتواجدوا بالضبط بالسوق المركزي الخاص ببيع السمك للإشارة في هذا النوع من السمك اللي يعني كيلقبوه الناس الشمال هنا بالبيانو فهو يشبه كثيرا يعني السمكة المتوحشة بيرانا اللي كتعيش بالبرازيل كما كتشاهدوا فهذا هو الشكل ديالها يعني كتشبه كثيرا هذا النوع ديال السمك بيرانا وبطبيعه الحال فمن خلال هذا المباشر فغادي نكتشفوا هذا النوع ديال السمك اللي اول مره اللي كيتباع في السوق المركزي هنا بمدينه مرتين وكذلك يعني كيف الطريقه ديالو باش اننا يعني نوجدوه او لا نقوموا يعني بالاطباق اللي يمكن نديروها بهذا النوع ديال الحوت واللي كما قلنا متتبعينا الكرام فهو كيشبه كثيرا يعني ذاك الحوت المتوحش اللي كيكون في البرازيل واللي كيهاجم اي واحد هو حوت البيرانا اللي كيتوجد بالبرازيل اذا متتبعي قناة شفتي بهذا هو النوع ديال الحوت اللي لاول مره اللي كيتباع هنايا بالسوق المركزي هنايا بمدينه مرتين بطبيعه الحال فهذا النوع ديال السمك فهو يسمى البيانو وكما قلنا فغادي نتعرفوا على الثمن ديالو ويعني فيه كيعيش بالضبط هذا النوع ديال السمك اللي هو قليل يعني صدفة حنا اكتشفناه اليوم كاين هنا بالسوق المركزي واللي كما كيقول احد بائعي الاسماك فهو اول مره كيبيع هذا النوع هذايا من السمك طبيعة الحال فهو كيعيش في المحيطات يعني كيكون في القاع ديال المحيطات في الاعماق ديال المحيطات وبالتالي فكيصعب الاصطياد ديالو نتمنوا ان شاء الله متتبعينا الكرام اننا نقضيو اوقات يعني جميله من خلال التعرف على هذا النوع من السمك واكيد كاين بعض الناس اللي كيعرفوا ولكن قليل الناس اللي كيعرفوا هذا النوع ديال السمك اللي مسمي البيانو وكما قلنا فهو يشبه كثيرا النوع ديال الاسماك ديال البيرانا المتوحش. السلام عليكم. انا هذا النوع الواعر انا جربته كليته والله العظيم بالله تسمي بيانو كيعيطوا له الحوت ديالو الحمبايطه واللده والله العظيم كليته وكليته رابطه اللي عندها ديك السنان هذيك الحق هذه واعره الحق ما عندها لا سنان لا والو هذه شتيها الفرق بينها وبين اخرى ما عندها سنان وهذه ما هذه ما عندهاش سنان نفس الشكل هذه ما عندهاش سنان شتيها سمعتيني اللي ما عندهاش سنان مره كيعيش محيط بزاف هذا محيط بزاف كيعيش عندنا قليل هذا الثمن ديالو غالي 45 40 درهم الثمن ديالو عادي عادي ما كيعرفوهاش دابا حنا انا شاريه بالجمله 30 درهم والله العظيم بالجمله شاريه 30 درهم حق النوع واعر اللي غيدوقو غيرجع يديه انا عملته بالبصله ومطيشه والزبيب بصل والزبيب بلاط بصل ومطيشه والزبيب واعر بزاف وكاين اللي كيعدلو غير هو وطوماطيش عاود فيه شي الشوك الشوك غير في الحاشيه هنا غير في الحاشيه ديالو هنايا خواشم هنايا الشوك هنا ما كاينش الشوك مره هذه كامله لحمه هذه كامله لحمه واللحم ديالو بيضه بحال ميرنا وانا فاش نقول لك شبيتو الكريمسا كريمسا كيشبه له بزاف ديك النوع كريمسا اللي كيتسلخ وهو هذا كيشبه له بزاف كيشبه لواحد النوع كيقولوا له المكانة عاود بالنسبة لي واش كيشبه عليه الناس ولا تينا كنحاول ما عندناش باش نقول
لا لا الاقبال كاين الحمد لله وما كاينش منه بزاف. دابا هذا عاود سير من عام تشوفو عاود. دابا هذا غيبا اليوم وصافي عاود سير من عام تشوفو. سير عاود تجي غدا كاع ما تبررنايا وبعد وبعد. واش باش نقول لك انا اول مره نكتشف هذا الشيء هذا فهمت؟ وقيل كيلو الله راه نص كيلو هذا هو الحجم كبير. سبحان الله وطيه واحده فهمت؟ هذا كيعيش على شكل مجموعات ولا كيفاش كيعيش هذا؟ واش باش نقول لك هذاك والله ما عندي الاعلام عليه شنو كاين. ما عرفتش كيفاش كيعيش. النوع ديالو قليل ما عرفتش شي معلومات عندي صحيحه عليه. اليوم مناسبة أننا نهضروا شوية على الكامبا. اليوم الكامبا 60 درهم كدعم. الكامبا عليها مزيونة. مزيونة لا. لا دعرايش 60 درهم. هذا كل بشوك كدعم 30 درهم. بوري 15 20 درهم بوري برو هذاك. الروجي كيعمل 60 درهم هذاك. هذاك بصامد ماشي كرامة التانيين كرامل 60 درهم تاهم. هذا لالو تعاود الرابي كيعمل 60 درهم هذه الميرنا صغيره 60 درهم الكيلو الميرنا مزيونه هذه من نوع المنتج غيكون خير موجود ان شاء الله مع طاحت الشتاء الحمد لله ودابا نطلبوا عاود شي سيلات الشتاء ان شاء الله امين اخي والله يجعلها مغفره الذنوب إذا متتبعي قناة شوف تي في فمن خلال هذا البث المباشر فاحنا حاولنا نتعرفوا أكثر على هذا السمك اللي مسميه بيانو هو يشبه يعني السمك ديال بيرنا اللي يعني سمك متوحش وكيعيش في البرازيل فهذا الشكل ديالو فهو يشبه كثيرا هذا النوع ديال السمك المتوحش متابعينا الكرام للإشارة فكيقول بأن اللحم ديالو فهو أبيض ولذيذ واي واحد يعني بغى الثمن ديالو فهو كيسوى ما بين 40 حتى 45 درهم يعني الثمن ديالو للكيلو فهو في متناول الجميع خصوصا وان هذا النوع فهو قليل وقليل جدا وكيعيش في اعماق المحيطات يعني هذا السمك هذا كيعيش في اعماق محيطات المحيط الاطلسي متابعينا الكرام اذا متتبعي قناه شوف تي في الى هنا ننهي هذا البث المباشر وإلى بث آخر دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.